اهلا مجددا مشاهدينا، صباح النات الطيبه والجميله والسمحه. نحن الان بنعيش في اجواء سمحه جدا، الخريف الجميل ده هو دائما بغير نفسيات الناس الافضل. يعني نحن السودانيين اللي بتبسطنا ابسط التفاصيل، يعني دعاش ممكن برضه تعكر مزاجنا، لكن ابسط التفاصيل برضه ممكن تعكر مزاجنا. البيئه العامه والجو العام بتاع الامطار برضه في السودان ما موجود التفاصيل الطبيعيه، يعني الطرق او كذا الحاجات دي. يعني خلينا نضبط نفسنا، ضغوط خلينا نكون واضحين وصريحين. ممكن تكون ضغوط نفسيه تؤثر على المواطن السوداني. يعني الخريف جميل بجمال الحاجه اللي من ربنا سبحانه وتعالى هي جايه، لكن يمكن بيئاتنا ما بتسمح بانه مثلا الخريف يكون في تصريف له، والمواهب تركض تكون راكده لايام وشهور على التصل، بتسبب بعوض، ذباب، امراض ثانيه كثيره جدا، دي كلها بتسبب ضغوط للنساء. تكون جميل يعني تاخذ نفس تعين الماء جنب بيتك، شوف لينا التحيز، دي مشكله كبيره جدا. يعني على العموم ده قليل من كثير، يعني دي ضغوطات في بيئتنا اللي احنا عايشينها، دي طبيعيه نقدر نقول على طبيعيه، دي طبيعيه يعني. وفي ضغوطات برضه من وحي الحياه اليوميه، يعني التاثير، البيئه الاقتصاديه، التفاصيل الثانيه دي. خلونا نشرح ونجاوب طوال ونتونس مع دكتور اسراء عز الدين شبيكه، اختصاصي النفس. اهلا مرحبا بك يا دكتور. اهلا، صباح الخير وسعد صباحك، وصباح الخير يا لينا، صباح الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا عبر هذا الصباح المختلف. زي ما قلتوا الايام دي اجواء جميله، وان شاء الله ربنا يجعلها امطار خير وبركه على البلاد والعباد ان شاء الله يا رب. بعدين انتم ما خلطوا لكم ضغوط كده حي، ما لا في كثيره شديد. لما نقول ضغوط احنا استاذنا نخلي لينا تتكلم عن كل الضغوط. لا انا بقى من باب المعاناه، يعني انا ما مواطن معايشه انا انت بك. فعموما يا دكتور اسراء، يعني الضغوط بتاثر نفسيا على ضبط النفس. يعني في انسان بيتعرض لضغوط ما بيقدر يضبط نفسه، في انسان بيقدر بيتعامل مع الضغط بيضبط في، يعني المفهوم ده كبير جدا. احنا خلينا هو نبدا الضغط شنو؟ طيب نتكلم عنه. خلينا نتكلم، زي ما الجسم عنده احتياجات ومتطلبات بتثقل عليه، النفس كمان عندها احتياجات ومتطلبات بتثقل عليها، وبتبدا من يعني ببساطه كده من تفاصيل الحياه اليوميه ممكن تمثل ضغوط، زي ما قلنا قبل كده، يعني كيف انت تصل شغلك، كيف انت توفر قوتك، كيف انك توفر احتياجاتك اليوميه، تقف في صف العيش وتقف في صف البنزين وتقف في طبعا ايوه في الصفوف كلها على اساس انك انت توفر احتياجاتك كويس. بتبدا برضه بالحاجات اليوميه، في احتياجات الخاصة والعامة، إذا كانت الأسرية أو إذا كانت حاجاتك أنت الخاصة، قد تمثل ضغوط. لكن دي الحاجات دي العقل يتعود عليها ويتبرمج عليها، بالتالي بيقوم بها بشكل روتيني. في نوعية أخرى من الضغوط اللي هي الضغوط اللي بتكون بسبب مشكلات، مشكلات أسرية، زواج، حياة زوجية مليئة بالمشكلات، طلاق، وفاة، اغتصاب، إلى آخره. يعني مشاكل عندها عمقها ومشكلة حقيقية موجودة عندها ظروف معينة الناس عايشتها. في نوع من الضغوط طويل الامد، وفي نوع من الضغوط قصير الامد، وده كل واحد عنده تاثيراته. يعني الطويل طبعا بيستمر معك زمن طويل، مثلا شخص غير موفق في حياته الزوجيه فبالتالي عايش مشكلات طويله ايوه لمده طويله جدا. وفي مشكلات قصيره اللي هي بتكون مثلا بظرف ضغوط معينه، مثلا ما عنده وظيفه لحد ما لقيت وظيفه، او عنده وظيفه لكن ما بتحقق لي مطالبي اذا كانت الطموحاتي او اذا كان العائد المادي، فبرضه ده بكون واحد من الضغوط القصيره الامد. يعني فالزمن ذاته عنده بيلعب دور فيها، وبيلعب في تاثير على الانسان برضه دور فيها. اها الدكتور اسراء، يعني الموضوع فاض جدا، يعني لو مسكنا اي جانب من جانب الضغوطات ممكن يشمل لنا حلقات وحلقات، لكن لو حصرناه في حياتنا اليوميه اللي عايشينها الان، كان في ضغط نفسي كبير. يعني تكلمنا في حلقات سابقه معك عن كوفيد 19 اللي القى بظلاله على حياتنا السودانيه كثير جدا من الضغوطات، غير الاقتصاديه يعني كمان. يعني كان ثلاثه شهور او اكثر الناس موجوده وما في شغل، والموضوع مقفل للان، يعني في ناس عندهم وظائف ثانيه ما قادرين انه يمشوا لها. يعني فكيف ممكن احنا نتغلب على الضغوط دي، نضبط نفسنا، لكن نحاول نشوف بدائل ممكن تسهل لنا المهمه؟ يعني طيب احنا بتين نحس انك انت اصلا مضغوط قبل ما اصلا حتى نشوف الحلول والبدائل وكده. انت بتحس نفسك مضغوط لما تشعر ببساطه كده انه في حاجات معينه انت ما قادر تعملها. يعني مثلا انت زول كيرلس او تفكيرك كثير لكن حاجاتك بتعملها بسيط، سهل الاستثاره، الضغط العصبي عندك عالي جدا، لو اختلفت او في حاجه بسيطه حابه تتكلم فيها ممكن تلقى نفسك انك انت قاعد تجوط وتكورف وصوتك يعلى، بتلقى قدرتك على ضبط الحاجات في حياتك فيه مشكله. يعني انا بزعل من ابسط الاشياء ومستور من ابسط الاشياء،
طبعا الضغط النفسي زاد وبيختلف حسب انماط الشخصيه. في شخص اصلا مهيئ نسبه للظروف ممكن يكون عنده اضطرابات نفسيه. الضغوط النفسيه للانسان النورمال للانسان الطبيعي بتختلف من الزول اللي عنده مثلا اضطراب نفسي من الزول اللي عنده مثلا مرض نفسي. دي برضه بتختلف. الاختلاف يعني. وين يعني؟ الاختلاف انه الزول الطبيعي او الزول السوي عنده قدره على تحمل الضغوط وممكن اديه برنامج او يخضع لفكره معينه بيعالج بها مستوى الضغوط عنده وبيرفع الان عنده بيقوم بعمليات محدده اللي هي في التعديل السلوكي. فبيقوم الشخص اللي عنده اضطرابات نفسيه ده معناته شخص محتاج لمعالجه بعض الاضطرابات حتى بعد ذاك لان مرات الاضطراب نفسه بيعرض الشخص لضغط. مرات البيئه لشخص عنده اضطراب ممكن تعرض الشخص. اما طبعا الشخص اللي عنده مشكلات نفسيه او عنده امراض نفسيه ده موضوع براو لانه محتاج انه يتعالج اول شيء من المرض قبل ما يتعالج من موضوع الضغط. فدي كل واحده براء. فعاده ممكن يكون في شخص عنده مشكله اصلا هو فبالتالي الموضوع ده مسبب له يعني مشكله سلوكيه فبالتالي حاصل له ضغوط. في ضغوط بتحصل من البيئه يعني مثلا ماشيه جايه زحمه شارع زي ما يقع على الحياة العامة مثلا يعني أيوة الضوضاء على الشخص قاعد في مكان مثلا فيه ازعاج وجوطة وده طبيعي انا ما بقدر اعمل حاجتي دي ممكن يقول عليها حاجات او مسلمات طبيعية. فقدرة الشخص نفسه على ادارة الضغوط بالنسبة له ولاحساسه ولحياته دي عندها علاقة طبعا بطبيعة الشخص نفسه وكيف انه هو يقدر يتحكم في احساسه ومشاعره لما يكون الانسان طبيعي وحوله بيئة مهيئة. بما احنا تكلمنا عن البيئة وايقاع الحياة العامة وتأثير على الشخص ده بخلينا يعني احنا فهمنا ان الضغوط ممكن تكون بسبب الحياة العامة وغيره. طيب الاساليب شنو لحل وإدارة المشكلات اللي هي المسبب الرئيسي والاول للضغوط؟ قدرة الشخص نفسه على السيطرة على الضغط على مشاعره يعني بتين بتبقى يعني في ضغوط بتين بتبقى في ضغوط او تصل مرحلة حادة مثلا نقول حادة في المرحلة الضغوط هي ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي اتكلمنا عنها اللي هي العادية الحاجات اللي بتحصل في تفاصيل الحياة اليومية وإلى آخره. طيب الحاجات دي لما أنا أخليها ببساطة كده يعني تأثر علي شديد بدون معالجتها يعني مثلا يا لين أنا كل يوم بنوم متأخرة وبصحى متأخرة عشان أمشي الشغل بتأخر فأنا ما لم أحاول أعالج مشكلة فبمشي بضغط عالي فأنا بكون مثلا متنشرة ومضايقة هنا بكون في مشكلة. أنت ما لم تزيل المسبب كويس ما بيزال السبب. فانت ما لم انك تقوم بدري عشان تصحى الصباح في وقت كويس تشرب لك كوبايه شاي كوبايه قهوه تعمل حاجاتك برواقه تدي متسع من الشارع صحة. ايوه انا ممكن ما القى مواصلات لو سايق ممكن الشارع يكون زحمه لو حاخذ وقود ممكن القى تروم بصف فانا يكون عندي متسع من الزمن احتياطي عشان ما يسبب لي اي تنشن وضغط. فانت قدرتك في انك من شكل حياتك اليومي دي نقطة مهمة جدا. قدرتك على ضبط الانفعالات انت نفسك احنا لازم نفهم انه الناس عقولة مختلفة وافكارة مختلفة وبيئتها مختلفة وثقافتها مختلفة. ما اي شخص انت بترد عليه وما اي شخص انت مفترض تثور معه. حتى الناس اللي متزوجة وعايشة في بيت واحد هي ما تربت بنفس ثقافتك وبيئتك صحيح. ولا نفس الام والاب ولا نفس تفاصيل الحياة كويس. حتى الاولاد في البيت مفترض يفهموا انه الاب طبعه كده لانه هو دي ثقافته كده ويتربى كده وحياته كده والام هي كده. قدرتك على انك تقدر تستوعب الاخر بافكاره بمشاعره بحاسيسه بيسهل عليك كثير في انك انت ما يكون عندك مشكله في الضبط الانفعالي تجاهه فبالتالي ما حيسبب لك ضغط. حتى في لو اتكلمنا برضه حتى في العلاقات بين الناس او العلاقات اللي ممكن تكون في بدايه الحياه كويس اذا كان ناس مخطوبه وناس عندها فكره مع بعض انها ترتبط او كده الاختلاف في 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 الطبائع وفي الثقافات وفي طريقه الكلام والحاجات دي مهمه جدا انك تستوعب الشخص الاخر عشان تقدر تتعامل معه. حتى في بيئه العمل بالنسبه للناس زول عندك سوبرفايزر او عندك المدير حقك الى اخره فانت مفترض انك تقدر عندك قدره على استيعاب الاخر فتقبل الاخر والراي الاخر بيسهل عليك كثير جدا في انك انت يكون عندك ضبط انفعالي فبالتالي بقلل عليك عمليات الضغوط. مرات بيكون الناس اللي حولك هي سبب الضغط. والله دي مشكله كبيره يعني خاصه لما يكون في زول في حياتك يعني هو ذاته سبب الضغط. تقول انه الانسان يعني هو بيعرف حل يعني المشكله شنو وين وبيديرها يعني وبيحلها وبيبعد يعني المسبب او بيزيله. لكن مرات الناس اللي حولك هي السبب الرئيسي للضغط حقيقي بيكون في حالات زي دي وبكون المشكله الحقيقيه انه الحل ما في يدك انت كله كويس. فانت عندك حلين اذا الشخص ضع
ما عندك حل في انه هو يطلع من حياتك او انت تطلع من حياته، فيبقى هي لما نرجع للنقطه اللي قبل شوي تكلمت عنها انك تبدا تبرمج نفسك وحاجاتك عليه هو كويس، لانه انت قدرتك مفترض تكون اعلى من قدرته، لانه هو لو قدرته اعلى منك كان غير من نفسه كويس. يعني ممكن نضرب بمثال الزوجيه في البيت مثلا، اذا الزوج او الزوجه واحد عنده يعني بيعتبر انه الثاني هو بمثابه ضغط او بمثابه تصرفاته وسلوكه وتعامله هو ما متقبله وبيمثل ضغط عليه مؤثر في حياته وفي شغله وفي موده وفي مزاجه وفي تعامله مع الناس وتعامله مع نفسه، فبالتالي انت عندك حل انك تبدا تفتش في الحلول انت مع الشخص الاخر. طيب وتحاول تأغلب نفسك انت مع الشخص الاخر، فما في حل ثاني غير كده يعني. طيب دكتور اسراء قبل كذا كان في اشاره وانت سبقتيها لحاجه مهمه جدا حتى نمشي في قدرك في الحوار، عاين للان يعني موضوع الضغوط اللي احنا عايشينها الان، يعني عشان نكون عمليين شويه كذا، جائحه كورونا عرفنا انه سبب ضغوطاتنا برضو كان الوباء اللي حصل في كل العالم، برضو كان عنده اشتراطات لبعض الدول واللي هي يعني قفل المدن او الولايات يعني او الاغلاق التام، عرفنا برضو انه الازمه الاقتصاديه وضغوطه برضو على الانسان او كذا، فعرفنا السبب، احنا كيف نقدر نتعايش معه الان عشان نطلع؟ يعني كل ما نمشي السوق نلقى الحاجه غلاء زاد فاحش، التعامل ذاته ما طبيعي هسه مع جائحه كورونا، ما في احترازات ما في حاجات، يعني الكلام اللي بيتقال ده احنا عرفنا السبب، لكن كيف نتعايش معه؟ احنا يمكن يا حمزه لو تكلمنا عن تحديدا عن السودان وتحديدا عن العاصمه الخرطوم بنلقى عندنا احنا مشكله بتاعت المشكله العالميه اللي اصلا اثرت حتى على الدول العظمى جائحة كورونا، وبنلقى عندنا مشكلة بتاعت تغيير سياسي عميق وكبير جدا بعد الثورة، وفي حكومة انتقالية استلمت البلد زي ما بقولوا، ما فيها أي موارد ما فيها أي دخل ما فيها أي شيء. بعد الكلام ده كله عندنا مشكلة في الرغبة نفسها، يعني أنا لو مشيت اشتري حاجة ممكن ألقاها بأكثر من 10، كل شخص عنده سعره، ما سعر يعني كل زول عنده سعر، كل زول عنده حاجاته بيبيعها، عاجبك شيل معي بك أمشي يعني. ففي ضغط قوي جدا على المواطن السوداني. احنا نفهم انه في مشاكل اقتصاديه، نفهم انه الان البلد ما مستقره سياسيا الى الان، نفهم نفهم نفهم، لكن كمان ما حنقدر نفهم انه ايوه انا ما اقدر اخذ قوت يومي يعني قوت يومي ما اقدر اخذ قوت يومي، يعني ده اكبر ضغط نفسي حاليا بتعرض له المواطن السوداني على يعني حتى الناس اللي عندها، يعني حتى الناس اللي عندها، يعني انا استكثر انه اشتري حاجه بمبلغ خرافي يعني، وبدا افكر في الناس اللي ما عندها، هل هي هتعمل شنو يعني؟ والله العظيم غنيت، وانا الاحساس ده دايما قاعد يجيني كل ما ابدا اجيب حاجات يعني، نوع من الضغط يعني. فدي من اكبر الضغوط حاليا، يعني احنا بنناشد وبنسال كل مسؤول بيقدر على انه يعمل خطوه في الضبط الأسعار والسلع والسلوكيات بتاعت التجار، السماسرة إلى آخره، مش بس القوت، الآن عندنا مشاكل كبيرة جدا. إحنا أنا بعرف ناس حاليا ممرقينهم من بيوتهم الإيجارات بسبب ارتفاع أيوة. في الإيجارات، الإيجار، المحاكم، ما بعرف شنو، ارتفاع كلها بتمثل ضغوط، يمكن الغانم بيقعد مع المؤجر يعني ما المستأجر أيوة. فالضغوط النفسية اللي بتعرض لها أو الضغوط الاقتصادية أو الضغوط البيئية اللي بتعرض لها المواطن السوداني كبيرة جدا كبيرة جدا جدا يعني. ويمكن نحن لو الزول بينزل الشارع وبشوف حال الناس في الشارع من طبقات كثيرة جدا، بصراحة بيفقد حتى الأمل، يعني بحس إنه الناس دي عايشة في وضع ممكن يكون مزري، لانه لما اصل مرحله يعني معروف عالميا انا ما قدرت اخذ قوتي، فبالتالي بتنتشر الجريمه، فبالتالي بتنتشر مشاكل كثيره جدا، بينتشر في ظاهرات التسول حتزيد، في ظاهرات الخداع والسرقه الجرائم كلها بتزيد. وهذا يعني الواقع، يعني عايزين حاجتين توازن، ما انه الامن الان كل ما نسمع موضوع يتم اغلاق انفتحة او كده، فالحاجة برضو ممكن تؤثر على السلع اللي هي داخلة وطالعة كده من بعض من جوه في السودان. الحاجة الثانية هو الضغط الكبير الحاصل ده، يعني حتى في غوطنا اليوم الواحد ما يا اخي الواحد ما قادر يتكيف يا اخي، الهبهان بقى الهبهان الطماطم والكيلو في الرز بقى ما في يعني، خلي الهبهان والرز، لكن انا ما ممكن اكون قاعدة اليوم كله بفتش في 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 عيش في خبز ما الاقي يعني، الافران مقفله، في مشكله في يعني انت بتعاني، اذا عندك قروش عشان تاخذ الحاجه اللي انت محتاجها بتعاني، واذا انت ما عندك مستوى دخل بيمكنك من انك تشتري فانت بتعاني، في كل التفاصيل الناس بتعاني.
انا حاسه بانه الظروف الان اللي بقت فيها البلد الناس يعني انا ايح المناشد الحكومه بيتكلم بقت في حريه راي وبنقدر نقول راينا وبنطالب بحقوقنا، لكن يا جماعه توادوا وتراحموا بين اهلكم. كل زول يا جماعه يفقد زوله، اخوك وخالك وعمك وجدك، وانا دائما قاعد اقول الكلام ده يعني الناس لو ما فقدت بعضها، يا اخي لو عندك عيشتين ثلاثه حسيت بافي اسال الزول اللي جنبك بهناك وديها جنبك باب مسجد علقه فيها. احنا محتاجين كثير انه نحن نتكاتف ونترحم فيما بيننا، يعني برضه دي نقطه مهمه جدا، لانه انا يعني ممكن افك زي ما بقولوا لزول حوجه ابسط الاشياء الموجوده عندي في البيت. يعني احنا نقدر نقول انه يعني ممكن يكون في سبب رئيسي لزياده الضغوط الانسان نفسه. أيوة نزيد ضغوط بعض. يعني بعدين حاجه انا غايته مقتنعه بها تماما انه نحن الانسان السوداني نفسه مساهم في بعض المشكلات الضغوط، لانه انا الحاجه اللي بشتريها مثلا من المصنع ب 50 بطمع وببيعها مثلا ب 100 في عنانيه في النوع من العنانيه. وانا برضه باي سعر اصبحنا حقيقه اصبحنا بنتعامل مع مساله انك تتعامل مع حوجه الاخر سواء كان مواطن سواء كان اي شخص بنوع من الاستقلال، فبقت في ازمه حقيقيه يعني احنا بنشاهدها. احنا طبعا الكلام ده اصلا ما على سبيل التعميم صحيح. لكن حقيقي في مواقف كثيره جدا هي ويمكن الكلام ده حيتوجد في كل انحاء العالم في ظروف زي دي، يعني مش بس هنا عندنا ممكن اي في ظروف زي دي. لكن احنا بنناشد ضمير اي شخص عنده امكانيه في انه يقدم اي حاجه او يبيع اي حاجه او هو مسؤول من اي حاجه انه يكون قدر المسؤوليه دي تماما، يعني في النهايه الرزق بيد رب العالمين، ومهما شخص يجتهد ولا يغش ولا يخدع رزقك ده هو المكتوب هو اللي حيصلك، ما النهايه ما جابوا لك الخداع ولا جابوا لك السلوك اللي انت عملته. يعني عشان نخفف شويه على المواطن السوداني وعلى الضغوط الكثيره للناس، وحاليا الناس داخله بعد في نهايه الشهر الجاي او بدايه الشهر نهايه 9 على المدارس، كمان ده حيكون قصه طويله، مواسم مختلفه، ضغوط مختلفه، مشكلات مختلفه حقيقي، والحاجات دي يا جماعه كلها يعني بتتضرر منها الاسره. صحيح. الاب اللي بيطلع كادح يومه كله عشان يقدر ياخذ حاجاته بيجي منهك تعبان مثقل، بيجي البيت ما قادر يوفر اي نوع من الاحساس ولا الرفاهيه ولا التعامل، وده جزء مهم جدا في انك انت تتغلب على ضغوطك. ففي بنلقى في البيت حيكون في برضه مشكله تاثرت على الاطفال، اثرت على الزوج، اثرت حقوقنا في تفاصيل الحياه، انه نحن نكون مبسوطين جوا البيت بنلقاها تنقضت علينا بسبب الضغوط اللي ممكن تكون من خارج البيت. يعني. أيوة. بما انه هي الضغوط من شخص الاخر، خلينا نتكلم برضه سريعا عن الانماط الشخصيه. طبعا الانماط الشخصيه كثيره، لكن في نوعين مهمه جدا اللي هو الحساسه والشخصيه الحساسه. هي نحن ممكن فردنا لها حلقه نازله في اليوتيوب. مهم جدا انه الشخص الحساس انه يكون ما يتعرض لضغوط كثيره جدا، لا بتاثر عليه تماما، يعني غير الشخص اللي ممكن تكون شخصيته متزنه او عادي. في الشخص اللي ممكن نقول عليه الزول الاجريسيف، الزول اللي ممكن يكون هو مريض نقدر نقول، لا الزول الاجريسيف الزول اللي بيكون هو اصلا ضايق وزهجان وعنده تاثيرات سلبيه في شخصيته بطبعه، شكل التربيه، سلوك التربيه، كان زي ابوه كان زي جده كان زي غيره، فده اصلا هو لما يتعرض لاي شكل من اشكال الضغوط يعني حيكون رد الفعل فيه يعني ما فيه ضبط انفعالي خالص يعني. فبرضه دي من الانماط الشخصيه الاثنين ديل كده على عجاله، انه بيحتاجوا لتدريبات وتمارين، لانه يا جماعه اي زول بيتعرض لضغط قدرتك على ضبط على اداره الضغط اللي انت فيه بيخليك انت ما تاذي غيرك، ودي نقطه مهمه جدا. يعني ما تاذي غيرك اذا كان في الشغل، اذا كان في البيت، اذا كان مع اصدقائك، فانت لما تتضايق وتسهج وتتصرف بطريقه مؤذيه للاخر دي حاجه سيئه جدا يعني. فقدرتنا على انه احنا نضبط انفعالاتنا ونضبط مشاعرنا في اي وقت من الاوقات ده شيء مهم جدا يعني. يعني برضه كالعملي كان في فتره كورونا انه الناس استفادت من التجمع الكبير بالنسبه للعائله، قدروا انه يحركوا الضغط الكبير بتاع الاخبار السلبيه لجانب مرح جانب ايجابي، وقدروا انه يعملوا برامجهم، ده كمثال فعلي يعني. لكن تقبل شرط الجانب لابد انه برضه نقف فيه عشان حنمشي لقدام نتكلم في ضغوطات ثانيه لا قدر الله، يعني جانب بتاع فتح المدارس. هو للاسف الضغط ما بيجينا انا ولي الامر فقط، انما بيسرب سريع جدا بالنسبه لابنائي. كان في فيديو كده منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي انه واحد قال انا جيت لابوي زمان كان بيجيب لنا الموز، ابسط حاجه الموز اللي كان موجود بيتعامل كده، فقال انا ابوي ده لي فتره ما جاب فواكه في البيت، فسالته يوم قلت له يا ابوي ما بتجيب لي، يعني هو ما قاعد يجيب هنا والشغل بيجي متاخر او كده، فقال يوم طلب اداني 50 جنيه، قال لي
يمشي يشتري باي حاجه. مشيت قلت اشتري الموز اللي بحبه، فمشيت لبتاع الموز قال لي يا اخي 25 بجيب لك موز يعني كده كده بس بيجي ب 100 والفواكه ب 200 ووك ماشي قدام فوق. فكيف ممكن احنا نقدر نتجاوز المحنه دي الان بالنسبه لابنائنا ما نسرب لهم، خاصه انه هم شركاء يعني الواحد يمشي الفرن ده يمشي صف الجاز يمشي كده يعني. هو شوف في نقطه مهمه جدا اللي هي دي عندها علاقه بشكل التربيه، تربيه الام والاب اللي هي التربيه الاسريه للابناء، جزء ما منفصل ابدا في انت تقدر توضح لاولادك مستوى الاقتصاد بتاعك الان وهل اصبحت الحاجات بياته شكل من الغلاء من غير مقاله. يعني انت ما ممكن تتكلم مع زوجتك او تتكلم مع زوجك بنفس الكيفيه اللي حتتكلم بها مع اطفالك. في اطفال يتعودوا انه الاب يجي داخل شايل شيبس شايل العصير شايل حاجات يعني. الان الكيس الصغير ده ممكن يكون مكلفه 200 جنيه فهو حاليا ما بيقدر عليهم. فمهم جدا يعني انه يوصلوا لهم المعلومه من غير اي اضرار نفسيه. ومهم جدا انه الحاجات ما تتقطع نهائي. مهم جدا انه نبدا ننقص متطلباتنا في الحياه يا حمزه تدريجيا يعني. تدريجيا يكون في ترشيد يعني حتى في البيت لو عندي مثلا انوار ممكن انا حتى انا ما فيها معنويره. مهم جدا انا ابدا ابرمج حياتي، ما انا ما حاقعد انتظر لحد ما الحكومه تحل لي مشاكلي ولحد ما قريبه يحلوا لي مشاكلي. مهم جدا انا ابدا بنفسي في البيت يكون في ترشيد لتفاصيلك ومستهلكاتك واحتياجاتك، يكون في خطط بديله دائما لو ما لقيت كده اعمل كده، ولو يعني ما انتظر لحد اخر لحظه ما لقيت العيش اكون ما انا طلعت شخصيه ما قاعده اتخطى مرات المواقف دي يعني. فتكون عندك بدائل يعني خطط بديله لشكل الحياه ذات اليوم. انا مفترض اعمل شنو؟ توصيل التفاصيل دي وعدم الكلام الكثير والتسخط والتنعل قدام الاطفال في انه الحياه بقت صعبه والحياه والظروف الاقتصادية ما في النهايه الناس زهق عايشه وحتمشي الامور. فده تاثير سلبي جدا على الاطفال وعلى الابناء في الحياه. اي تغيير في شكل الوضع الاقتصادي داخل البيت مفترض الاطفال هم يعني يدوهم فكره عن الحاجه اللي حصلت دي وليه وما ليه ووعود فيه ان شاء الله الامور تستقر. ونتمنى انه الامور في السودان تستقر اقتصاديا ويستقر قبلها اخلاق الانسان السودان ان شاء الله. الانفعال ده ايجابي صح؟ ده ضغط نفسي طبيعي. يعني انا طبعا حسابي كلها بتتكلم. لا انا حسابي بتتكلم حاسه احنا سببنا ضغط المشاهد حاليا. فاحنا شاكرين لك كثير جدا دكتوره اسراء على الشيء فيك اختصاص اجتماعي نفسي على هذه المساحه. ونتمنى في لي برضه يعني انه يعني ضغط وزعل من كل مواطن سوداني حريص على بلده حريص على انه يعيش عيشه كريمه وين على حياه بسيطه يعني. شكرا جزيلا. بس انا اخر حاجه حقولها انه الانسان عنده قدره على انه يتجاوز كل المشكلات وكل الصعاب كل ما جنت قدراته في انه هو يقدر يسيطر على حاجاته ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك كثير جدا. ايوه شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا خيرك. شكرا لينا. شكرا حمزه. شكرا اكيد مشاهدينا في كل مكان. انتهت حلقه اليوم من صباح الشروق.